حسين عطيه مساء الخير. حسين انت عمرك 22 سنه، ابن قانا الجليل الجنوب، ابوك لبناني، والدتك من ابيجان، صح؟ استضفتك اول ضيف لانه عم توصل لك رسائل تهديد، مزبوط، عم بيهددوك انه ما تطلع بالبرنامج اليوم. مزبوط. مين عم بيهددك؟ عم بيهددوني ناس بس مش معروفين مين، عم بيهددوني من نسبة اذا بطلع بدين قتل، وخاصه اذا بطلع على جنوب بدين قتل. بدك تنقتل؟ بدين قتل. عم بيبعتوا لك تليفونات ولا رسائل؟ تليفونات. دقوله قبل ما اقول لك، قالوا لي مرحبا، قالوا لي مرحبا، قلت له ما بدي احكي، عم قالوا له لفلان الفلاني انه اذا بيطلع جديد بده ينقتل. قالوا لي يعني اهلي يلي بعتين لهم هالناس يحكوا معي. اهلك يلي بعتين هودي الناس، اهلي يلي بعتين كرمال يقتلوك اذا طلعت هلا وحكيت معنا. مزبوط مزبوط. وانا هلا متعرض كثير للخطر، انا هلا ما في اطلع جنوب نهائيا نهائيا، ما في اطلع جنوب، بس اطلع جنوب انا اختفيت ما حدا حيعرف شو حيصير فيي. هل قد اللي رح تحكيه خطر يعني بيأذيهم؟ هلا شيء مش بيأذيهم، بس انه لانه سمعتهم بتعطيه اهل انا بتعطيه، معروفين هن ما بدهم هالشيء يحترق اسمهم. يلي هن عائلتك انت. مزبوط. حسين عائلتك. عطيه ابوك متبري منك من 5 سنين. مزبوط. هو وين عايش بيك هلا؟ عايش بافريقيا. بافريقيا. عايش بافريقيا. والدتك من ابيجان الاصل، صح؟ ابيجان من ساحل العاج. من ساحل العاج. بتعرفها لوالدتك؟ ما بعرف شيء عنها، بس بعرف اسمع الهويه. اوكي. بيك بيشتغل وين كان؟ بافريقيا. كان بيشتغل بافريقيا. راح تعرف على الوالده. مزبوط. صح؟ مزبوط. انت وين خلقت؟ انا خلقت بابيجان. بابيجان. شو بتحمل جنسيه؟ اللبنانيه. الجنسيه اللبنانيه. باي عمر رجعت على لبنان؟ 4 سنين. لكن اتجوز، ولدت انت، خلقت بابيجان. انت ومين رجعت على لبنان؟ رجعت انا وعمتي. انت وعمتك. امك؟ امي ما بعرف شو عمتي. تتذكر امك بحياتك؟ يا ريت لو بتذكر، يا ريت لو بتذكر. ما بتتذكرها؟ ما بعرف شو عنها، بتمنى هالشيء اعرف عنها ودور عليها لامي. عندك صوره لامك؟ ما بعرف شيء نهائيا نهائيا، ما بعرف شيء نهائيا. ما بيك ما عطاك صوره لها؟ يعني اذا بدي اقول لي ما راح يقول لي انه في شيء، في شيء مخبى بالموضوع. يا بيقول لي امك ماتت، يا بيقول لي امك زتتك وانا جبتك على لبنان، يا بيقول لي امك ما بدها اياك. بيقول لك او ماتت. مزبوط. او رمتك زتتك. مزبوط. على الطريق او شو، او ما بدها اياك. ما بدها اياك. بتعرف اسمها؟ بعرف اسمها بس موجود على الهويه، هويه لبنانيه، غيرك ما بعرف شيء عنها. طب اذا عملت بحث على على على, على, على منصات التواصل الاجتماعي عن عائلتها؟ انا ما في اعمل شيء، لأن انا ما قادر اعمل شيء. انا ما قادر اذا بتلاقي بتفتش على اخوالك على ناس من نفس العائله؟ بتمنى هالشيء، بس ما في حدا يساعدني بس لاوقف. ما فتشت لحالك انت؟ ما قادر. ممكن ما فتحت فيسبوك؟ فتحت بس ايه؟ ما بعرف مين. ما بتعرف؟ ما بعرف مين. سافرت ل على ابيجان؟ ما سافرت، جيت ما سافرت على نهائيا ولا من عمر 4 سنين. انت من 4 سنين هون بلبنان. عشت مع مين؟ عشت مع بنت جدي بس فترات قليلة. اهل بيك؟ اهل بيي بس فترات قليله. بيك تزوج؟ بيي تزوج. عندك اخوه من؟ عندي منهم 3 اولاد. ثلاث اخوه. كيف علاقتك فيهم؟ صغار هن. هن صغار. حطوك بمدرسه داخلي؟ مزبوط، مرياش جديد. وين؟ ببيروت. بيروت. لما كان عمري 4 سنين جابوني داخل هونيك. رح نحكي بنسيب الحلقه عن التنمر بعد شوي مع ضيوف اخرين. تنمروا عليك بلبنان؟ في كثير. شو بيقولوا؟ يعني انا وصغير بالمدارس يقولوا لي اسود. اوكي بس انا فريهم، انا ما انجرحت، فريهم انه مبسوط انه ليش انه قلته انه اسود، انه عادي يعني كنا خلقنا نوع واحد. بس انا بكون من جوا عم بتقطع سكاكين. يعني حتى لو انا لبناني ومعي جنسيه لبنانيه، بس دائما بنعتبر انه انا غريب عنهم. خلونا نعيش العيشه، عم بنزل. لا زبي ما بده ليش بتتركني هون اتبهدل؟ شو السبب؟ لا وين عيش؟ انا عرفت انه عندهم فيلا، عايشين بفيلا بالقانا. عندهم فيلا بقانا، وبي معمرهم لو اخواتي اللبنانيه معمرهم طابقين لهم. انا شو الي؟ شباب بليز الصوت بالاستوديو كثير عالي لو سمحتوا. عايشين بفيلا صحيح؟ مزبوط. ممتاز. انت وين عايش؟ انا عايش ببيت ما بنقعد فيه، بيت جدي القديم يلي هن ربيوا فيه اهل بيي. انا يعني الكلب، يعني عفوا من كلمه الكلب، ما بينعش فيه، ما بينعش فيه. خلينا نشوف وين عايش. ايه
لاقي هون المي بتنش كلها مثل الشلال مي مثل الشلال. وها كله بنش كل دايم من دار بنش لك هون مثل الشلال مي مثل الشلال. الله وكيلكم كلب بنقعد فيه لايكو هون كيف قاعد انا هون محل ما بنام هون محل ما بنام لايكو بالزاوية وهم بتشلل المي تشليل كلها لهون لعندي لايكو لوين لايكو النوم اللي نايمة انا لايكو النوم اللي نايمة. حسين مين بيعطيك اكل وشرب و باكل عند اصحابي؟ تاكل عند اصحابك؟ عند اصحابي. وكيف تصرف؟ مين بيعطيك مصاري؟ كمان الناس بيشفقوا علي بيعطوني 50 من هون او بيعطوني 30 من هون. انت شاب يعني ما شاء الله عليك باول عمرك، عمرك 22 سنه، ليه ما بتشتغل؟ اشتغلت سنجري، كهرباء، مطاعم، ويتر، بسناك، ليش ما بتشتغل؟ اشتغل بس هلا ما عادش في شغل. ما عادش في شغل هلا؟ ما عادش في شغل، اشتغل. وكل ما تروح تقدم على وظيفه لون بشرتك كمان عائق لالهم. مزبوط. مين عندك شي بدك تقلن ياه لأهلك؟ لمين؟ لعمتك؟ لستك؟ لمين عايش؟ اللي عم بيهددوك مين؟ عم بيهددوني ناس. ايه بس من قبل أهلك؟ من قبل مين أهلك يعني؟ بيك منه موجود بأفريقيا؟ أهل بي. أهل بيك؟ عمومتي. عمومتك؟ أكيد الخبر يعني بس بدي تنفذوا هالشي بي يلي بيقلن نعمل هالشي. اوكي. بي يلي بيقلن نعمل هالشي هو هلا بارك. شو بيكونوا عم بيقولوا بين بعضهم؟ هلا بيكونوا عم بيقولوا بين بعضهم يعني فضحنا انفضحنا وتبهدلنا طلع هو حكى علينا ونحن ما عم نتعاملوا منيح وكذا. هن بيقولوا للعالم انه شو نحن نتعاملوا منيح وعايشين احلى عيشه واللي بده اياه بس هذا كل الحكي ما انه مزبوط. لو انا عايش احلى عيش ما بطلع بحكي بس هن اللي جبروني اطلع اساوي هذا الشيء. طيب ممتاز انت عم تطلع تحكي اليوم ضدهم وضعك معهم منه سوي بالمره. انت عارف انه تداعيات هذا الظهور على التلفزيون يعني هن يمكن يقولوا خرجوا فضحنا وما عاد نقدم له مساعدات او ما عاد نعترف فيه او ما عاد ما بعرف. انا مخلص برين مني. متبرين منك؟ انا بي انا ديك مره قبل ما انحبس. انت انحبست؟ حبست 5 سنين. خمس سنوات؟ 5 سنين ظلم. انا قبل ما انحبس صدرت سياسه. معظم اللي بينحبسوا بيقولوا انا مظلوم. انا ما عم بتوجه لك تهمه بس المساجين يعني اللي قابلتهم انا بسجن رومي المركزي معظمهم بيقولوا انا بريء هون ومظلوم. بس لا انا بقول لك شو اللي صار معي. شو صار؟ انا بدي اقول لك بس عن اهلي. انا لما اصدرت السياره من بي رحت كسدرت فيها. انا ابنه من لحمه ودمه رحت كسدرت فيها. سرقت السياره منه؟ ايه. جيت عم قال لي ليه عم تسرقني لكم مش ابني؟ بده اعمل فحص دي ان اي واجا بدي يقوصني. قبل يجي يرفع سلاح يقوصني. اف 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 وطلعت من البيت وتبرى مني. نمت بالشوارع، نمت بعين مرايسي، قعدت 3 اشهر نمت فيها بعين مرايسي، اغسل ثيابي بعين مرايسي، اتحمى على البحر. بهدلت